انت شقي قوي على فكرة. سخيرة انت ايه؟ لسه ما نمتش ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا ما تجيبش حد في البيت هنا؟ ده بيت محترم ولازم يفضل طول عمره محترم. طبعا يا اخي هيفضل طول عمره محترم. خلاص يبقى ما تجيبش حد هنا. طب قول لي بس يا عم بذمتك يعني اوديهم فين؟ وده ما انا مالي ما توديهم في 60 دقيقة يا اخي مش شغلي. طب خلاص يا اخي وطي حسك. ده عشان صحتك يا اخي. صحتي؟ قلبك قوي على صحتي؟ طبعا يا احمد ده احنا اعز اصحاب. واللي بتعمله بقى ده هو اصول الصحوبية مش كده؟ خلاص يا احمد وطي صوتك دي اخر مرة. كل مرة بتقول لي دي اخر مرة. خلاص يا احمد هدي نفسك يا اخي بقول لك اوعدك ان دي اخر مره اقول لك فيها انها اخر مره خلاص اتفقنا بقى. سهير سهير رايح فين؟ عجبك كده؟ اهي مشيت احسن انها مشيت عاجبني طبعا. يا حبيبي انت ليه ما بتعملش زيي؟ اعمل زيك؟ ده انا كنت اموت. تموت ليه؟ ما انا عايش اهو قدامك كويس اهو. عايش بتسمي دي عيشه؟ قاعد تبلبع في مناومات وما بتنامش ماشي صاحي وانت نايم الدنيا حواليك بتزقطط وانت الدموع على خدك زي البيت البايرة. انا زي البيت البايرة؟ ايوه انت عانس. انا انا متاسف يا احمد حقك عليا. اخص عليك. اسمع يا احمد يا حبيبي بيحصل لك ايه لما تشوف ست حلوه؟ ها ما بتحسش كده بضربات قلب؟ ها ان الدم اتضرب في نافوخك؟ ما بتحسش انك عندك اشعريره؟ ما انتش عارف اذا كنت بردان ولا حران. ها يا يونس انا فهمتك كتير ان في صوره معينه في خيالي وقلب مش هيدق ولا الدم هيطلع في نافوخي غير لما اقابل الصوره اللي في خيالي. وافرض ما قابلتهاش؟ ضروري هقابلها. ولغايه لما تقابلها يا اخي هتعمل ايه؟ انت يا اخي فاكرني ايه؟ انا فنان. الله يعني هو انا اللي بتاع بليله؟ ما انا فنان زيك. لكن رمرام. انت بتسميها رمرامه لانك مش عارف. لا بقى انا عارف بس مش عايز. طب تسمح تيجي معايا؟ ايه؟ اتفضل. بص لنفسك في المرايه. ايه؟ في ايه؟ في سنك ده ولسه ما عندكش تجارب دي تبقى مصيبه لما تلاقي اللي في خيالك دي. ده طبعا بعد عمر طويل. ليه بقى؟ علشان هتضرب معاك لخمه ومش هتعرف تكلمها ازاي. سيب لي نفسك يا احمد علشان لما تقابلها تعرف تكلمها تعرف تعملها تعرف تخليها تحبك. امال هتحبك ازاي يا احمد؟ لازم يبقى ليك ستايل في الحب. قلت ايه؟ تاكسي تاكسي. شايف القطه اللي هناك دي؟ يلا يا عم رزقك في رجليك. يلا روح لها روح لها. يونس بلاش يا يونس. وبعدين ارفع دماغك بحلق بعينيك صفر ابتسم يلا روح لها روح لها. لوحدي؟ طيب المعروف يونس مش في الشارع كده يا يونس. ما انت لازم تبتدي المدرسه من الاول. يلا. طب بس انت اديني المفتاح اول كلمه وبعدين انا ابقى اكمل بعدك. تقرب جنبها وابتسامه حلوه وبصوت حنين رقيق تسالها من فضلك اللي بيروح يدقي نمره كام؟ يلا يا اخي يلا تلحلح. فضلك اللي بيروح يدق نمره كام؟ وبعدين معاك يا استاذ مش كده لسه. مش في الشارع لسه. انتوا ايه ما عندكش اخوات ما عندكش ضمير لسه؟ لا ما تبحلقليش كده لحسن الله روح فيك في داهيه يونس. يا اخي خلي عندكم شويه دم. الله انت لسه واقف ما تتلحلح يا بجم. يلا بقى ورجعتكم داهيه. انا متاسف ان بحقك عليا وسامحيني اذا كنت تدخلت. ميرسي. انا مش غريب انا ساكن مع حضرتك في نفس الشارع في العماره اللي قصادكم. اهلا وسهلا. دي حتى اختي مديحه كان نفسها تتعرف عليكي من زمان. هو حضرتك مروحه؟ بقالي ساعه مستنيه تاكسي. يا خبر في الحر ده تاكسي تاكسي اتفضلي. يخرب بيتك هو بيجيب الكلام ده منين؟ يا عيني على الكنيش يجنن. اسمع انا هسهل لك الماموريه. انت بقى المره دي تعمل عكس اللي حصل المره اللي فاتت. انا هخش الاول وانت ايه تكبس عليا. صعبه دي؟ اوعى تتحرك تعبتني معاك قوي النهارده.
فاهم؟ أرجوك بلاش يا يونس. ما هو أنت لازم تسمع الكلام. ها هتعرف تتصرف ولا برضو خيبة؟ إيه الدارة؟ بيلي بيلي بيلي. النهاردة حر شوية، هي الشمس حامية ولا إيه؟ قوم من هنا أحسن لك. مش حرام الجمال ده يبقى حران؟ ابعد عني أحسن، مش هيحصل لك كويس. أبعد ده إيه؟ ده مكان عام، دي جنينة الحكومة. ما عندكش إخوات؟ مفيش أخلاق؟ هخبطك. لذيذ أوي الكلب ده، نوعه إيه؟ سيامي؟ يا استاذ مشكله مش في الشارع. الله الله. انت ايه ما عندكش اخوات؟ ما عندكش ضمير؟ ما تبصليش بالشكل ده، اسمع والله يا راجل ده مجنون. ما تزعليش يا هانم، حقك عليا وسامحيني، انا مش غريب، انا جارك ساكن في نفس الشارع في العماره اللي قصادكم ده، حتى اختي مديحه نفسها تتعرف عليكي. انت مروحه مش كده؟ يا خبر الدنيا حر. تاكسي تاكسي. دي اسطوانه حافظها ولا ايه؟ لا مؤاخذه، اصل الولد ده لخبط لي مخي، اخص على وشه، ما عندوش دم، ما عندوش اخلاق. بقى حضرتك ساكن قصادي وبحبك، دمك خفيف. متشكر. باين عليك شقي قوي. انا انت عايز مني ايه؟ عاوز سلامتك. عن اذنك. على فين؟ سامحيني، انا كنت قليل الادب، قطعت عليك الخلوه بتاعتك وعطلتك عن القرايه. سلام عليكم. انت اسمك ايه؟ احمد. وانا صفاء. اسمك حلو. ميرسي. في حاجة مضايقك؟ ايه؟ لا، اللي هو قرب شوية كمان يا اخي، مش كده على الجنيه. انت وهمي دهوي كده ليه؟ انت عمرك ما شفت الراجل ومراته؟ شفت يا بيه بس. يا ناس اختشوا على دموكوا بقى وروحوا اتجوزوا. حاضر يا بيه، هروح اتجوز. حاضر حاضر. لا مؤاخذه يا بيه، اصل ده بقى واد قليل الادب وانا اعلموه ما تضبطه. لا معلش، انت شتك بقى، ما كنتش زعلان. لا معلش. ايه ده كله يا يونس؟ ده شيء لزوم الشيء. هو انا ليا عز منك؟ لا يونس بلاش. انا يونس انا مش هستناها، استناها انت. بقول لك ايه، يلا اسمع صحتك. لا 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 يا يونس، انا ما بشربش. امسك بس، انت عارف ان انا ما بشربش. وبعدين بقى هو احنا اللي هنقوله هنعيده؟ يلا يلا اشرب. صحتك. يلا كمان، يلا كمل بس. هايل هايل، يلا امسك ده. يلا لا لا كفايه كده، انا ما شربت. انت عارف ان انا ما بشربش. تشرب تاني التالت كله زي بعضه، المهم الاولاني وديك شربته. امسك بقى. ايه امسك بس يلا. ممكن وانا قاعد؟ اتفضل. صحتك. صحتك.
هنرقص. خلاص خلص. تعالى دي بلدي. ايوه بس هنرقص على بلدي. ليه ايه يعني كله رقص؟ خلاص خلاص نرقص. كتير حلو. رايحة فين؟ تعالي ايه الأوضة عندك مكركبة. حبيبي في حاجة؟ أنا مش حبيبك. إيه؟ ما تغلطيش نفسك، ما لحقناش نحب بعض. أنت صغيرة وحلوة وممكن تلاقي الإنسان اللي بيحبك، وأنت أكيد رسمه له صورة في خيالك، وأكيد ما هوش أنا، بس هتلاقيه وتحبوا بعض وتتجوزوا وتعملوا بيت صغير وأولاد حلوين. لكن بقى إذا كنت انتي بقى كده يبقى عيب قوي وحش ومش في مصلحتك كمان. لازم تفهمي إن الأيام بتجري زي الفريرة، هوب تلاقي نفسك عجزتي وحلاوتك دي راحت ورقتك بقت على مفيش. ساعتها مش هتلاقي اللي يحبك. يلا 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 روحي يا حبي، ده الحب بس هو اللي بيعيش. طبعا انا ما كانش قصدي انك.
ايه يا ابو حميد؟ ايه؟ هتفضل واقف كده كتير؟ اتفضل. نورة، اخس عليكي خضتيني. ايه الحكاية يا نورة اللي واخد عقلك؟ ابدا نورة، بتخبي على اختك حبيبتك؟ خبي ايه بس؟ بيقول ان في حب. حب؟ حب ايه؟ طول ما ابي ادهم واقف لنا. ادهم؟ هو عارف؟ عارف؟ عارف ايه؟ اذا كنت انا نفسي لسه مش عارف. طيب احكي لي يا نورة، انا اختك حبيبتك، احكي لي احكي لي. ابدا ما فيش غير ان بتتوشوشوا على ايه؟ ابدا يا ابي. روح انت دلوقتي يا عوضين، استنى يا رالي. طبعا هتقولوا لي كنت بتتوششوا على ايه؟ مش معقول تخبوا عليا. اصل نورا كانت تعبانه شويه. تعبانه؟ مالك يا نورا؟ في ايه؟ حسب ايه؟ في حاجه؟ لا ابدا ولا حاجه. لا لا ما تخبيش عليا، لونك مخطوف من ايه؟ ايه يا ابي؟ ما فيش حاجه. لا لا ده انا اكتر واحد يحس بيك يا بنت عمي. في حاجه؟ ابدا يا ابي، بس الظهر الشمس كانت حاميه شويه. الشمس؟ سلامتك. تعالي انا رايحه فين؟ ما تمشيش، انا هجيب لك حبايه. شوفي روح هات لي حبايه من فضلك بسرعه. لا ميرسي، انا هاخد حبايه من عزيزه فوق. ادهم، ايه رايك في نورة؟ نورة؟ نورة هايلة، عظيمة، ممتازة. ليه؟ يعني تنفع ست بيت؟ إلا تنفع ست بيت، دي أحسن ست بيت في الدنيا. دي تربية إيديا يا شفيقة. يعني لو واحد كويس اتقدم لها توافق على الجواز؟ جواز؟ أنت جننت شفيقة؟ جرالك إيه؟ أنا مش قصدي أدهم، أنا قصدي يعني إنها لو قابلت واحد كويس، يعني إيه المانع إذا كانت بتحبه وهو بيحبها؟ يعني إذا كان بيحبها أنا ما عنديش مانع، أنا عمري ما كنت ضد الجواز، إنما أنا ضد التسرع في الجواز. الواحد لازم ينقي الزوجة الصالحة، يربيها على إيديه عشان يشوفها تكبر قدامه ويتأكد إنها عمرها ما هتخونه أبدا. انا بكره الخيانه قوي يا شفيقه. ادهم يا حبيبي، مش كل الستات زي مراتك الاولانيه، دي كان لها ظروف تانية، صوابعك مش زي بعضها. انت عايزه تقولي ايه؟ مرات التانية والتالتة والرابعة عملوا ايه؟ ما خانوكش يا ادهم، انت اللي كان الشك خلاص عشش جواك، مالك كل تفكيرك. بتقولي الكلام ده ليه؟ انت عايزاها ليه تتجوز؟ مش لما تتجوزي انت الاول؟ انت كبيرة يا شفيقه. ايه عايزه ايه؟ تتجوز قال نورة. مش هتتجوز حد غيري، مش كده يا نورة يا بنت عمي؟ انا الوحيد اللي هيقدر يساعدك في الدنيا، هستناكي لحد ما تكبري وتبقي قدي نتجوز، مش كده يا نورة؟ احب انا ويجي يتقدمني عشان يتجوزني، وبعدين اخوك يعمل فيه زي ما عمل في هشام ومنطوب بابا ويطرده. لا
احنا حكايه الجواز دي مستحيل تحصل بالنسبه لنا. لا بقى يا حبيبتي، المستحيل بتاعك ده انا هخليه مش مستحيل بقى. انا هتجوز واجيب راجل يملى عليا البيت، واخلف منه صبيان وبنات، واجيب من كل صنف اتنين، واذا فضل ابقى ادالك جوز. افضلي انت بقى احلامي كده لغايه ما تتجنني زي اخوكي. يا اختي الجنان ماشي في عيلتنا في الرجاله بس، ولا ست من عيلتنا اتجننت. طيب طيب ايه؟ طيب سيبني في حالي. قوليلي انت بتفكري فيه؟ الواد فاقع كرمش، انا حسيت بيكي على طول. وشك راح لون وجه لون، ايه ده؟ قال انت حسيتي بايه ساعتها؟ هو اتكلم قال ايه يا عزيزة؟ لا هو ما اتكلمش، هو بلم بس. امال ليه زي ما يكون سمعت صوته؟ صوته حلو، كله رجولة واحساس. انت متأكدة انه ما اتكلمش؟ يا بنتي انا شخصيا ما سمعتوش، انما بقى القرار اللي في صوته عاجبني قوي قوي. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ هو الراجل حط منطق خالص؟ يعني على الحب. حب ايه بس؟ حب ايه بس عزيز؟ ايه ابتديت ازعل. كدابه والله. تبقي بقى حبتي بجد؟ صحيح صحيح. وانا هشوفه فين تاني؟ مش مهم بقى تشوفيه دلوقتي، المهم انك انت اصبح عندك استعداد طبيعي للحب، وهذه ظاهره صحيه تستحق التفحيص والتمحيص والتفعيص. وانت تستحقين الضرب. سمونة افندم انا كنت عايز اقول ايوه
دي كنت بعزف عشانك انتي. مرسي قوي يا استاذ. ما بلاش الاستاذ دي، بس ما يصحش. انتي عضو قديمه في النادي ده؟ ايوه. لاحظ ان كل الناس بيحبوكي. وانا بحبهم كلهم. يعني ايه؟ يعني ما بحبش حد معي. انت كده طمنتيني. نعم. لا يعني عايز اقول لك ايه ده يا استاذ، يعني متعلم يا متربي، ده ما يحصلش في النادي. ايه ده يا فريد، عيب كده؟ لا 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 سيبيه بقى، دي مؤاخذه بابا بقى، انا حافظها دي، حافظها كويس. تحب اسمعها لك؟ جرايه يا استاذ، انت ما عندكش ضمير، ما عندكش اخوات. لا مؤاخذه يا نسى، انا اسف على تدخلي بالصوره دي، انا جارك وساكن قصادك، تحبي اوصلك تاكسي؟ تاكسي مش هي دي؟ لا مؤاخذه بابا عن اذنك، اتفضلي. ايه حكايه بابا؟ بيقول ايه الجدع ده؟ انا عارف. يعني البنات والستات اللي في النادي مفيش واحدة منهم لفتت نظرك؟ عمري ما حسيت بحد تاني، عشان دايما كان في واحدة مالية عليا حياتي، مشاعري كانت لها لوحدها، بس استنيتها السنين دي كلها، ويا ريت هي كمان تكون بتبادلني نفس المشاعر. معقول؟ معقول حد ممكن يحب للدرجة دي؟ والمين؟ لواحدة رسمها في خياله ما شافهاش؟ ده يبقى شيء جميل قوي، يا ريت اقدر اصدق. يعني انت مش مصدقاني؟ مش قصدي، مصدقاك. طيب وايه رايك؟ انا مش مستعجل، انا ممكن استنى لبكره. طب افرض ما كناش اتقابلنا؟ كان لازم نتقابل، انا كنت حاسس ان هيجي اليوم ونتقابل. طب افرض انك لقيتني مثلا مخطوبة او؟ لا، عمري ما تصورت ابدا انك تكوني مخطوبة، اهو الحمد لله. انت بتقول كلام حلو قوي، بس يعني انت مش خيالي شوية؟ طيب انا هبسط لك المسألة يا نورة، مش كل بنت في الدنيا لها فتى أحلام، وكل شاب في الدنيا له فتاة أحلام. أنا بقى زي غيري، في صورة معينة عاشت جوايا السنين اللي فاتت دي كلها، أنا كبرت وهي كبرت معايا. حقيقي طبعا أنت أصغر بكتير من الصورة اللي بحكي لك عنها دي، لكن صدقيني هي أنت. عشان كده أنا كنت مندفع وحكيت لك على كل اللي جوايا مرة واحدة، وأرجو بقى أن أنا ما كنتش ضايقتك. أبدا بالعكس، ده انا اتصال حد هنا. هو بيتكو هنا؟ الفيلا اللي هناك دي. يا هو بيتكو قريب كده؟ طب عن اذنك. طب اسمحي لي اوصلك. لا كفايه كده. ايه بس الدنيا ليل والسكه ضلمه. انا عارفه السكه كويس. امرك. تصبح على خير. طيب انا اقدر اشوفك تاني امتى؟ سيبها للظروف. لا مش ممكن. ظروف ازاي بس؟ اصل انا ايه؟ انا هاجي لك بكره. لا بلاش، اعمل معروف. انا في ايه؟ اتكلمي بصراحه. بصراحه ما تحاولش تتصل بيا ابدا. الله، ليه؟ مش عايزه اسبب لك مشاكل، وده لمصلحتي ومصلحتك. مشاكل؟ انا عايز افهم في ايه. ارجوك بعدين بعدين. هقول ده بس يا عزيزه، ازاي تسيبيها مع واحد انت ما تعرفيهوش؟ عايز منها ايه ده؟ انا عارفه. اهي جت، اساليها بنفسك بقى يمكن تقول. اهلا يا نور. مساء الخير. الله، مالك يا حبيبتي؟ المفروض دلوقتي كلي مزقططه. عشان ايه؟ عشان حماده احمد. اهلا. بيحبني قوي يا شفيقه. وانتي؟ وانا بس انا خايفه. خايفه؟
مش المفروض اني احب البني ادم العاقل ما يخبطش دماغه في الحيط. يعني نستسلم يا نورة؟ اعملي حاجة يا اختي، قاومي يا حبيبتي. نقاوم نعمل ايه؟ انت ناسي ادهم عمل ايه في هشام لما جيت قدمني؟ يوه، واحنا هنفضل خايفين منه طول عمرنا؟ احنا لازم نتصرف بقى. نتصرف نعمل ايه؟ نبقى ايجابيين مرة واحدة في حياتنا. عارفة انا لو منك استنى لحد ما اتأكد من حب احمد ليا واتجوزه من ورا ادهم واحطه قدام الامر الواقع. لا يا عزيزة كده غلط. وهتسمعي كلامها يا نورة. يعني هيعمل لنا ايه؟ هيموتنا؟ احسن اهو، احسن من العيشة الهباب اللي احنا عايشينها دي. احنا هنفضل مرعوبين منه طول عمرنا. مين هيتجوز واحدة من عيلة كلها مجانين، ابن عمها واخوها، يعني تبقى ورثة جنان هي كمان. لا 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 يا نورة، انت بتقولي ايه؟ لا ادهم مش باين عليه حاجة من دي دلوقتي، ده بقاله يجي 3 سنين خارج من البتاع اللي هناك دي، اللي البتاع اللي منها لله مراته الخاينة هي السبب في كل البلاوي دي. يا جماعة يا جماعة لازم ناخده على قد عقله، ما حدش فينا يحاول ينرفزه، احسن الحالة ترجع له تاني. يعني مفيش جواز لأي واحدة فينا لغاية ما يخف. موت يا حمار، أنا عارفة طلعنا بنات ليه؟ يا ريتنا كنا طلعنا صبيان. لا يا أختي صبيان إيه، كفى الله الشر، على الأقل ما كانش يقدر يمنعنا من الجواز. اسمعي، أنت مش عايزة تتجوزي وخلاص، سيبيني بقى أنا أتصرف، هحللك العقدة دي وبطريقتي. خلي عنه. ده مزاج يا عزيزة، مزاج زيه زي قهوتك ام وش الجميله دي. قال قول لي يا ادهم، زمان كانوا العرايس صحيح لازم يقدموا للعرسان القهوه بوش. مينا كانت دايما تحكي لي ان العروسه اللي قهوتها مش بوش العريس ما يتجوزهاش. الحمد لله، اصل انا قهوتي بوش ونوره كمان قهوتها بوش. انت مالك انت امال نوره؟ ما تجيش عند نوره خالص. ليه ماليش دعوه بنوره ليه؟ اذا كان قهوتها بوش وانا قهوتي بوش وكلنا قهونا بوشوش، ما تتجوزش ليه بقى اذا كان قهوتها بوش؟ ايه اشتكيت لك انت؟ اشتكيت لك؟ لا ما اشتكيت ليش، لكن قهوتها بوش. على العموم ما فيش جواز في العيله الا لما الكبيره تتجوز. مش شفيقه هي الكبيره ولا نسيبها تبور؟ مطبور اذا كان قهوتها مش بوش. وتبور ليه؟ ما تتجوزها انت يا ادهم، دي بتحبك خالص. انت مش كنت خطبتها قبل كده؟ مامتها الله يرحمها ما وافقتش. ايوه لكن اتخطبت بعد كده وخرجت مع خطيبها. ايوه بس خلاص دول سابوا بعض. ايوه لكن خرجت معاه لوحدهم، خرجت معاه لوحدهم. وفي ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها حاجات كتيره. انت عايز تتجوزي عزيزه؟ انا اتجوز ليه انا؟ ايه؟ لا يا شيخه. لا والله انا صحيح انا هفكر في الجواز ليه؟ ده انا حتى لسه صغيره و والله ما حد نفسه في الجواز غيرك. صحيح يا بيه؟ صحيح انا باين عليا فعلا ان انا عايز اتجوز؟ ايوه طبعا نفسك تتجوزي. طب يا اخي ما انت بتفهم كويس اهو، قلت عبق البين ليه؟ انا جاي ومصمم ومش همشي من هنا الا واحنا متجوزين، انا خلاص هتجنن. بعد الشر عليك يا احمد. انا مش قلت لك ما تجيش؟ ارجوك يا احمد امشي دلوقتي. تعالى هنا، رايح فين؟ اكلم والدك. اهدى شويه، ده مش والدي. امال مين ده؟ ده ابن عمي ادهم. خلاص اكلم ابن عمك، هو فين ادهم بيه؟ وبعدين يا احمد، احمد الحكايه مش سهله زي ما انت متصور. ليه؟ ايه المشكله يا نوره؟ نوره انا بحبك، ما تعرفيش يعني ايه بحبك؟ اخطفها واجري يا ابني، فك عقدتنا ربنا يفك عقدتك. ارجع انت دلوقتي يا احمد ارجوك، هتصل بيك بعدين. ما تحرجنيش. احنا لازم نتقابل النهارده ونحط النقط فوق الحروف. خلاص في النادي. هو ما تجيش، هستناك يا نوره. اوعدك يا احمد بس امشي انت دلوقتي. حاضر. ها اتفقتوا على ايه؟ احكي لي، اديني المعلومات يلا. لا انت هتفهميلي من اولها، ابدي بالمعلومات. اسمعي، خبر وحش ما تقوليش، خبر كويس اديني في وشي على طول. تصوري ايه؟ كان عايز يتجوزني دلوقتي حالا. يا سلام، جواز احلى كلمه في الدنيا. حلو الخبر ده، ايوه كده طري على قلبي فكي الازمه. انت بتحلمي ليه؟ هي عمرها هتتحل؟ يا سلام.
قصدك تقول ان هو دلع التليفون؟ ليه؟ راكب نفسك؟ بس هكلمه حلو. الو، اهلا اهلا هشام. خدي بقى زحلقي في اي بلاعه خلصينا منه. ايوه يا هشام، ماله احمد يا هشام؟ هو فرض نفسه عليكي كده؟ لازم اعرفه قيمته وفرج عليه النادي كله. انت مالكش دعوه بيه. ايوه شايفه كده. يبقى اللي سمعته عنكم بقى في النادي صحيح. اسمع، انا ما اسمحش لاي حد يتكلم ولا كلمه، خصوصا انت مالكش دعوه خالص كده. طب لما اشوف انا ولا هو، ان ما كنت ماشي معاها ما بقاش انا هشام ابو الذهب. باي باي. هو الجدع ده ما بيحسش ولا ايه؟ انا خايفه قوي. خايفه من ايه؟ ولا يهمك، هشام هيجر شكل احمد. ولا هيجر شكل ولا هيقدر يعمل له حاجه. والله انا احترت يا عزيزه، مش عارفه اعمل ايه في الورطه دي. انا لازم اقول لهشام والنادي كله على كل حاجه عشان محدش يتقدمني ويسيبوني في حالي بقى. نورة، انت بتعيطي؟ ايوه بعيط، وسيبيني اعيط. اسيبك تعيطي؟ بقى واحدة معروضة عليها جواز من دقيقتين وهتفكي وهتسيبيني في القفص ده لوحدي واسيبك تعيطي كمان؟ ده انا اللي حقلتم. ايوه قلتمي ليكي وليه؟ عشان مش هنتجوز ولا تشوفي الجواز بعدين ولا انتي فاهمة حاجة. شوفي البطر. صحيح، يدي الحلق للي بلودان. جد متهيألي نستأذن احنا بقى. لا يا استاذ يونس، خليكم ما تمشوش. نورة، انا امبارح سألتك سؤال وانت ما جاوبتنيش عليه. هقول لك ايه بس يا احمد، اصلك مش عارف حاجة. طب انا اسهل لك الاجابة ونسأل حتة حتة. انت بتحب حد تاني؟ ابدا. طيب يبقى كويس اوي، فاضل باقي السؤال. يا احمد في حاجات ما اقدرش اقول لك عليها دلوقتي. ده انا كلمة واحدة مستنية منك، تتجوزيني. يا عيني يا سيدي، انت جاي هنا تعمل ايه يا جدع انت؟ ها؟ انا قلت ايه؟ انت احمار، انت بتاع المزيكا. انت بتكلمني انا؟ هو في حمار غيرك هنا؟ ما تردش عليه يا احمد، ده باين عليه سكران. انت كلب ولا تسوى. تعرف اذا هوبت هنا تاني انا هقطع رقبتك. انت والبرص التاني ده. مين انا؟ ايوه انت. عشت، الله يحفظك. انتوا الاتنين على جزمتي كده. طب انا مسامحك علشان اقصر الشر. لكن انا مش مسامحه يا اخي. انت جدع انت ايه؟ محدش بلع عينك. ارجوك يا اسر الشر عشان خاطري. انا حاصر الشر عشان خاطرها هي بس، لكن قسما لو طولت لسانك بعد كده لحمار مطبيك الارض. ايوه انت فاهم؟ سمعت البيئة ليه؟ ما تشعللهاش بس يا يونس. حاضر يا احمد. اصل الحق مش عليك، الحق على الانسه اللي معاك اللي عامله لي بنت ناس ومتربيه. اخرس يا كلب يا احمد. يا اخوانا يا اخينا. ايه ايه؟ هاتوا الحقوا يا يونس، دول هيموتوه. موتوه ايه؟ ده هيفككم دلوقتي. استني شويه يونس، شو ما تخش، انت مش راجل. ايوه راجل بس مش بقى. لا يا جماعه، يا جماعه اكيد في لغه تانية، في لغه حضاريه للتفاهم. ده مش اسلوب ابدا، مش اسلوب حضاري. أي حضاري؟ ايوه طبعا. اي 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 باي باي يا محمد. ما قلت لك ما تشعللهاش يا يونس. مش انت اللي انسحبت من لسانك وقلت له اخرس يا كلب؟ كان لازم تقول له اخرس يا كلب.
تعرفي يا عزيزة، أنا أول مرة أقابل راجل بمعنى الكلمة، تهان واستحمل، لكن ما قبلش حد يقولي كلمة واحدة ولا يجرح كرامتي. ما انت شفتيه يا عزيزة، كان بيضرب بشجاعة زي الأسد. مش كان زي الأسد برضو يا عزيزة؟ يا أختي كان زي الأسد. ألا قوليلي، هو صاحبه كمان أسد زيه؟ أصل أنا عايزة أسد ابن أسد. تعرفي هو أسد وصاحبه أسد، ياخدوا أدهم في النص ويكشوا فيه هما الاتنين، يبقى زي الأرنب. انت سرحتي قوي، هو أدهم ده حد يقدر يكش فيه؟ أنا أحمد يا نورة. أحمد، إيه اللي جابك دلوقتي؟ أنا عايز أعرف دلوقتي حالا أنت بتحبيني ولا لأ؟ بعدين يا أحمد، أحسن كده خطر عليك. خطر ما خطر، أنا عايز أعرف دلوقتي، عايز أستريح. قوليها نورة، قوليها بسرعة. مين هناك؟ مين هناك؟ قولي يا نورة، أنا مستنى أهو. هضرب في المليان. يا دهبيه داخل عند مين فيكم؟ انطقوا، واحده فيكم تنطق احسن حماوكم انتوا الاثنين. انا كان جاي لي انا. انتي كان جاي يقول لي عايز اقابل اخوكي واتجوزه واخطبك منه. قلت لي اسمه ايه؟ انطقي والا حماوتك. انطقي اسمه. والحقيقة كان جاي لي انا. لا، هو هتقولي كلمة جاي لي انا؟ مش ممكن يكون جاي لك انت. ده جاي لها هي، انا عارفها طول عمرها، عينها زيك على الجواز، هتموت على الجواز. قلت لي اللي كان جاي لك اسمه ايه؟ انطقي. احمد. لا. ايه؟ ايوه احمد. طيب ما دام كان عايز يتجوزك يبقى يتجوزك، الجواز مش عيب. اول كلمة تقولها صح يا ادهم. تعالي تعالي شوفي شوفي المجنونة دي عايزة تعمل ايه. ما عشان انت بخوفه. انا بخوف حد؟ انا خوفتك انطقي. لا. ايوه، ما دام عايز يتجوزك يجي من الباب مش من الشباك. مبروك بقى مقدما يا عزيزه. ميرسي يا شفيقه، وانا عامله زي نعيما مقدما كده. عقبالكم كلكم، عقبالك يا شفيقه انت وادهم. الف مبروك يا ست هانم، الف مبروك يا سعاده البنت وست شفيقه. جايز انت فاهم غلط يا عوضين، ومع ذلك الله يبارك فيك يا اخي. شكرا شكرا. مش فاهم غلط ولا حاجه، ده باين عليه ما فهمش حاجه خالص. كويس اللي جت على قد كده. وبعدين يا عزيزة، لو سألك تاني على أحمد هتقولي إيه؟ هقول له مات بعد الشهر. رايحة فين؟ قومي قومي قومي. إيه بس؟ في حاجات أريح من كده بكتير. يا سلام. مال أما أنت واد شقي بصحيح. جاهز كده؟ إيه بس هتعمل إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. طب نتفاهم. أما إحنا بنتفاهم أهو. صاحبك الكسر وصل؟ سيبك منه. مش معاك مفتاح يا سيونس؟ هي فين؟ كفايد فريد شوي، فريد صاحبي.
ايه؟ انت مش كفايه اللي حصل في النادي؟ جاي كمان تضربني هنا في عقل داري؟ انت بتستقبل بستقبل ده يا استاذ؟ انت عايز ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه المجنون ده؟ ايه يا فندم عايز ايه؟ قربتها انت بتتلكك؟ وديتها فين؟ هي مين يا حبيبي؟ بقول لك ايه؟ احنا لوحدينا في الشقة مش هنلاقي حد يخلصنا. ده اللي انا عايزه. بس يا بني ادم يغزو الشيطان يا بني ادم. وانت لقيت حد جوه؟ ما لقيتش. لا اصل جايز يكون في حد جوه لان يونس يعملها. بس استنى هدي اعصابك. بس لقيت حد جوه؟ ملك استنى رخيت تاني. مبسوط كده؟ اتفضل بقى مع السلامه. كده بقى ده غاوي بقى. دي هوايه عندك. خليك مكانك اللي هخبطك في وشك. خليك انت قاعد فيها انا ماشي. سلام عليكم. بقول لك ماشي. وانت احمد قوم معايا. لا سيبني انا مستريح كده. هنضرب تلات مرات في ليله واحده ليه؟ حرامي في مولد. بس انا اعرف انهم علقتين، واحده في النادي واحده دلوقتي والتالته في الفيلا. وقعت من تاني دور. ما انا قلت لك ما تروحش انت اللي ما سمعتش الكلام. ما الناس كلها بتحب وعايش حياتها طبيعي، اشمعنى انا اللي حظي كده؟ معقول حد في الدنيا يحب الحب ده كله؟ اسمع يا احمد، انا قررت اقف جنبك. يا سلام. هتعمل ايه يعني؟ انت مالك بقى؟ انا هتصرف. فيه واحدة ست عايزة البيت، قلت لها مش موجودة، قالت لي عايزة نروح هنا. اسمك ايه يا ست هاني؟ شريفة هاني مليسي، مامة العريس. اهلا وسهلا، اتفضلي يا استهان، اتفضلي. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اجيب لحضرتك قهوة ولا حاجة ساقعة؟ بعدين، بعدين يا حبيبتي هنشرب الشربات. قولي لها بس إن شريفة هاني موجودة، ها؟ مامة أحمد. حاضر. يا ألف نهار أبيض. نورة هاني مامت العريس. عريس؟ عريس مين؟ أهلا 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 يا حبيبتي. إزيك يا روحي؟ صباح الخير. صباح النور يا روحي. أنا شريفة هاني مامت أحمد. أحمد؟ أيوه. أهلا وسهلا يا طعم. أهلا أهلا. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. تعالي هنا جنبي. ها تعالي جنبي. أهلا يا حبيبتي. أهلا. زي القمر. أحمد عنده حق. وإزاي دلوقتي يا طنط؟ يا عيني عليه يا حبيبتي. ايه حصل له حاجه؟ قلبه. ماله؟ قلبه بيتقطع، تعبان قوي يا حبيبتي، نفسه يستريح بقى. ده انا حتى خايفه على عقله لا يجرى له حاجه. لا يا طنط بعد الشر ما تقوليش كده. عارفه يا طنط؟ خليكي يا حبيبتي، خليكي زي ما كنتي. تعرفي يا طنط انا عقلي كان حيطير. سلامة عقلك يا حبيبتي. اصل شفت احمد واقع على الارض وعواديم ماسك البندقيه وادهم راح ناحيته. يا عيني عليه احمد، طول الليل قاعد يتالم بيقول يا ترى نوره بتحبني، يا ترى نوره بتحبني قوي يا طنط. يا حبيبتي يا روحي يا عينيا. ايه ده يا طنط؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ انت بتبصيني كده ليه؟ بالنيابه عن احمد يا حبيبتي. لا انت مش طنط. مش طنط؟ ايوه انت. انت يونس. بنتك ايه ده؟ مين اللي في الصالون يا رباب؟ دي شريفة هانم. شريفة هانم؟ شريفة هانم مين؟ انا معرفش حد اسمه شريفة. ام العريس يا بيه. يلا بسرعة امشي نط من البلكونة. انط من بلكونة ايه؟ لازم اخطبك لابني احد. طيب خلاص روح انت طلع الحمام. يلا
اهلا اهلا ادهم بيه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. رايحه فين يا عروسه؟ معلش يا طنط عن اذنك. هتسيبيني لوحدي؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا شرفت. اهلا يا فندم. احنا من عيله الليسي. سعيده. من الصعيد. حضرتك ممكن تسال علينا في الدلتا. انا مواكم يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. راحة فين؟ عايزة أشوف أم العريس. أوف، يعني كان لازم أدهميكي دلوقتي؟ دي راجل. إيه؟ راجل؟ أم العريس راجل؟ دي؟ أيوة، ده يونس صاحب أحمد لابس واحدة ست. يا رب استر يا رب. يعني أفهم من كده إن حضرتك موافق إن ابني أحمد يتجوز أخت حضرتك؟ هو العريس يبقى ابن حضرتك؟ معقولة دي؟ أصل أنا في الحقيقة اتجوزت صغيرة خالص. يعني حضرتك موافق ان احنا نبقى نسايب؟ الا موافق طبعا، ده انا في منتهى السعادة. احنا اللي اسعد. ايه في ايه يا ادهم بيه؟ لو ادهم كشف تبقى مصيبة يا عزيزة، مصيبة مصيبة وبس. ده هيذبحه ويذبحنا معاه. لا يا اختي يلا بينا. يلا يا حبيبتي. قوليلي ابنك شاف اختي فين؟ هو شافها؟ ده ما شافهاش. انا جايه لحضرتك على الاسم والسمعه. السمعه حضرتك في الحقيقه زي البرلانتا. حيث كده انا يشرفني ويسعدني ان اقابل العريس في الوقت اللي تحددوه الليله، وخير البر عاجله. بس يا هانم. ما بسش يا باشا، الجوازه دي لازم تتم. انا جاي من الصعيد مخصوص ولازم ارجع اسكندريه على طول. لا يا هانم، انت لازم تفضلي معانا على طول. انما هو جوز حضرتك ما جاش معاكي ليه؟ جوزي المرحوم مات وساب لي احمد وهو شحط كده في الجامعه. خلاص يا ادهم بيه، خلاص يا ادهم بيه، خلاص يا ادهم بيه، ما تفكرنيش. ما تقوليليش بيه، احنا خلاص هنبقى نسايب. قولي لي يا ادهم بس، طعمها منك احلى. الله يخليك. انا منتظر سعادتك. مسافه السكه بس. مع السلامه. مع السلامه. هجيب احمد واجي على طول. تشرفوا يا فندم. سلام على النسب اللي شرف. ده احنا اللي تشرفنا يا شريفة هانم. مع الف سلامة. كده خلصنا من عزيزة. عقبال شفيقة. وتفضلي لي يا نورة. يا رب. ده مبسوط يا نورة، يظهر ادهم شربها. مش مصدقه بجد. مبروك. ده ولا انا. اسمعي قولي لي، هو صاحبه اسمه ايه؟ يونس. يونس جميل. يونس اتجوز انا يونس يا نور. اتجوز يونس. اتجوز يونس. الله، اتجوز يونس واخلف وضع شعر زري وجميل وشعره نازل على وشه. بس اسمعي، يلبس راجل. انا بقول لك اهو. بس انا خايفه يا عزيزه. نعم يا اختي، خايفه من ايه بقى؟ لا كل حاجه ماشيه كويس بقى. يا رب يا رب يا اختي يا رب. صباح الخير ادهم بيه. ولد انت مش سبق وانت طردت من البيت قبل كده؟ جاي هنا تاني تعمل ايه انت؟ يا فندم انا جاي اكلم حضرتك بخصوص واحد اسمه احمد الليسي. ماله احمد الليسي؟ طبعا حضرتك ما تعرفوش. ايوه ما اعرفوش لكن هعرفه. ما اصله هيناسبني. امه شريفه هانم كانت عندي دلوقتي بتخطب له. بتخطب له نوره؟ نوره مين يا مغفل؟ هتخطب له عزيزه هانم اختي. حضرتك تقصد ان الست اللي خرجت دلوقتي دي امه؟ ايوه طبعا، امه شريفه هانم الليسي. ناس محترمين جدا، صعيده من الصعيد. لا يا فندم، مش صعيده ومش امه. لا امه. يا ادهم بيه، الجماعه دول عاملين فيك مقلب. مقلب؟ ايه مقلب دي انت؟ يعني ايه مقلب؟ مين عامل فيا مقلب؟ حاضر هقول لحضرتك. ها قول. امه اللي خرجت دي تبقى راجل مش ست. في ام تبقى راجل يا مغفل؟ بره برا برا. تعال معايا ادخل تاني. مش معقول يعني هسيبك. اتفضل تعال هنا. رايح فين؟ مش هسيبك. خش تعال اركب العربيه. خش جوه يونس. خش جوه. قول خليك جوه. مش هنروح في دقيقه. انا هفهمك بس. انهارهم اسود ومنيل. يعني هو بيحب نوره مش عزيزه؟ ايوه فهمت. وامه دي واحد صاحبه بالظبط كده. انا متشكر جدا جدا يا استاذ هشام. متشكر يا فندم. انت شاب عظيم يا استاذ هشام. متشكر جدا يا فندم. حقيقي انت شاب ممتاز جدا يا استاذ هشام. متشكر قوي يا فندم. حس كده بقى اقدر اطلب ايد نوره
شاب منيل بنيله يا استاذ هشام. انت شاب فظيع وما عندكش دم يا استاذ هشام. اخرس خالص يا استاذ هشام. عوضين عمر البندقيه عوضين. جاهز يا بيه. عظيم. املي. انت بطل كاراتيه قلت لي؟ ايوه فندم. بتتكلم جد؟ اه والله. اذا استعد ودافع عن نفسك. اديله جامد يا بيه. ما تفتحش بقى. ادهم بيه انا جاي اخطب. ما هي دي المصيبه انك جاي تخطب. ادهم بيه. عوره تشتشه موته. ادهم بيه. عوضين انت جاهز يا عوضين؟ جاهز يا بيه. خليك من 10 يارده يا عوضين. يا ادهم بيه. يا ادهم بيه. يا ادهم بيه. خلص ذنب احمد. ايوه خلص عليه خالص. يا سلام خلص عليه خالص. لو خلص عليه خالص هيروح في داهيه يا فالحين. يا اختي احسن عشان نتجوز ونخلص احنا كمان. ايه في ايه ماله ده يا ادهم بس؟ ده هيبقى مرارتي. طب سيبه النبي ادهم. مش هسيبه ده عايز يتجوز نوره. معلش سامحه عشان خاطري. طب روح. لكن قسما عظما ان شفتك هنا في البيت ده تاني محدش في الدنيا هيخلصك مني. مفهوم؟ متشكر قوي يا عمي. ايه عم دي؟ ايه عم دي عم الدبب؟ انا كنت قبل كده خلفت واحد قدك. ايه ده؟ وقت برا برا يا مجرم. برا برا عوضين برا. كويس كده يا شفيقه؟ كويس كده؟ يعمل كده؟ ما هو ليه حق؟ معقوله؟ تقف قدامه عريانه كده شفيقه؟ عريانه كده؟ غطي 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 روحك. اصل انا ادهم كنت خايفة عليكم. شفيقة شفيقة روح يا حيار. عايزين نتجوز نورة. كله عايز يتجوز نورة. اهم جم اهم. طبعا امك محظوظة. تبقي محظوظة زيها. مش انا امي نكدية اطلع نكدية نار اخرى. انا خايفة قوي يا عزيزة لادهم يكشفه. لا 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 ولا هيكشفهم ولا حاجة. ما هم جم اهم. لا انا هنزل اوقف المهزله دي. لا لا تعالي انا ما تبوظيش الدنيا. استني انت يا رباب. انا اللي هفتح الباب. حاضر. اهلا اهلا يا ادهم بيه. اهلا اهلا. تعرفي انك وحشتيني شويه الصغيرين دول قوي قوي. ميرسي يا ادهم بيه. القلوب عند بعضها. امال فين المحروس؟ ادخل يا حماده. سلم على ادهم بيه يا حماده. اهلا 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 يا حماده. معقول ما شاء الله ده ابنك؟ اللي يشوفه كده يقول بالكتير اخوك الصغير. ميرسي يا ادهم بيه. ده من ظرفك. اتفضل. ميرسي. اتفضلي يا امي. ميرسي يا حماده. متربي. تعال. تعال يا بيه. استنى انت هنا وحسنين من ورا الجنينه. مفهوم؟ عمروا البنادق. اهلا اهلا اهلا. أهلاً. اتفضلوا. ميرسي. اقعد يا حماده حبيبي. اهلا 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 بيك. اهلا 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 بيك. في الحقيقه؟ ايوه الحقيقه. في الحقيقه والدتي بتشكر في حضرتك. ده من ذوقها ولطفها. ايه احنا هنبتدي نتكسب بقى ولا ايه؟ ظريف. اهلا. اتفضل. اتفضلي يا فندم. يدوم عزك. ان شاء الله على بال ما نشرب شربات نوره واحمد. مع بعض ان شاء الله. ما احنا مش هنسيب بعض بعد كده. احمد. انت مش ملاحظ والدتك يا احمد؟ مالها يا فندم؟ بقت مستويه ومربربه قوي. ايه؟ مستويه؟ ومن نوع الهشك بشك خالص. تشوف يا فندم. يبقى في الحاله دي انا موافق على الجواز. طيب يعني هنكتب الكتاب امتى يا فندم؟ النهارده. انا ما عنديش مانع. ايه رايك يا قطه؟ قطه خلاص اللي تشوفه. خير البر عجله. ولا انت عندك اعتراض؟ وانا معقول اقدر اعترض؟ انا هبعت اجيب المأذون حالا يا عوضين. ايه الحكايه؟ ولا حكايه ولا حاجه. خلاص يا عم هتتجوز وانا بقى هخلص من همك. خلاص يا احمد خلاص. ايه يا فندم؟ الشهود والمأذون جايين حالا. يا فندم متشكر جدا يا فندم. ربنا يخليك لينا يا فندم. انا ما كنتش متصور ان الجوازه هتتم بالسرعه دي. دي تعتبر اسرع جوازه في العالم يا فندم. جوازتين وانت الصادق. جوازتين؟ اوعدك يا احمد والدتك هتكون معايا اسعد واحده في الدنيا. ايه؟
انا اكتر واحد في الدنيا هيقدر يساعدها. الحقي يا امي البي عايز يتجوزك. ما انا سامع. خلاص هتجوز يا احمد، انت تتجوز نوره وانا اتجوز ادهم ويبقى زيتنا في ايدينا. حلها بقى انت. يا بيه، هو اصل الحقيقه انا والدتي مش بتاع الجواز. امال بتاعت ايه؟ لا انا غرضي اقول ان والدتي ما بتفكرش في الجواز خالص. معقول؟ تعالي معايا. ايه يا ادهم؟ تعالي تعالي يا ادهم. استاذ ادهم ما يصحش كده يا استاذ ادهم. عيب مش قدام الولد. تعالي بس يا حبيبي. يا ادهم بيه مش ايه اللي بيحصل؟ معلش ما تعالي يا ادهم بيه بقى. لا لا سمعت بنفسك ان مش ممكن انك انت تتجوزها. لا 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 ممكن كده. ممكن ازاي؟ بس ممكن بس. هي يظهر مكسوفه منك احمد. مش معقول هتقف قصاد سعاده عصفورتين بيحبوا بعض. انا حبيتها من اول نظره، من اول ابتسامه. شوف هو يا كده مفيش جواز. عموما عشان ما اظلمش حبك انت ونوره هدي لك فرصه تقنع مامتك. عن اذنك يا قطه. ده بيقول لي يا قطه. ايه رايك بقى يا قطه؟ قطه ايه انت كمان؟ انت صدقت ان انا امك؟ مش فكرتك يا حدق؟ اتصرف انت بقى. اسمع ده باين عليك يا شافنا. تعالى بقى ده بيلعب بينا قطه فار. يلا بينا نمشي من هنا. انا مش ماشي من هنا. بيتجوز؟ طب انت هتتجوز؟ عايز هو كمان يتجوزني؟ لا يا اخويا مش مستعد للحكايه دي. عن اذنك رايح فين؟ ما تيجي بينا نمشي. رايحين على فين؟ ده الباب من هنا ولا انتوا غاويين شبابيك؟ لا هو اصلا انت تخرس خالص. لما الكبار يتكلموا الصغيرين يخرسوا خالص. مفهوم ولا ايه يا شريفه هانم؟ شعرك يجنن يا مدام. على كرسوم بقى. اقلع البلطو. زاد حموتك. معلش يا بيه عيل وغلط بقى. لازم تموتوا انتوا الاثنين. مش هيخلصني منكم الا الموت. في ايه؟ ما اوعى تعمل له حاجه. عايز تموت؟ موتني انا. كده كده قلبك عليه قوي؟ ايوه انا بحب احمد وهو بيحبني ومفيش قوه في الدنيا هتقدر تفرقنا عن بعض. شفت؟ مفيش حاجه اسمها حب. انا اكبر منك واعرف مصلحتك. مفيش حاجه اسمها حب. لا يا ادهم الحب موجود طبعا. ايوه قولي له والنبي يا شفيقه. شفيقه انا قلت مفيش حاجه اسمها حب. لا بقى يا استاذ ده في حب ونص كمان. انت نفسك بتحب واكبر دليل اللي بتعمله فينا ده لازم تكون بتحب. دي عمايل واحد بيحب. ايوه يا ادهم انت بتحب. يا سلم بتحب. ايوه انت يا ادهم بتحب. ايوه مقلوله في حب. ايوه لا انت يا ادهم بتحب. مقلوله في حب يا اخي. لا بقى بتحب بقى. انت غلطان. ايوه لا لا انت يا ادهم بتحب. مقلوله في حب يا اخي. لا بقى بتحب بقى. انت غلطان. لا شد سكر. ايوه افهم من كده ان انت واحمد مصرين على الجواز مش كده؟ ايه ايه وانت يا عزيزه انت مش طول عمرك عايزه تتجوزي؟ اللي تشوفه يا اخويا. انا من ايدك دي لايدك دي. وانت انت لسه من شويه طالب ابنك احمد لاختي عزيزه مش كده؟ وهي دي حاجه تتنسى يا سعاده البيه. عظيم. دي بقى اختي وانا موافق على الجواز ومش هرجع في كلامي. عزيزه هتتجوز احمد. ايه؟ لا اوكي اوكي سوري يا نوره. انت بتقول ايه؟ لا لا ما تخافيش يا نوره عريسك موجود. هتتجوزي يونس. وافقي يا نوره وافقي. انا عملت لكم حاجه؟ انا مش عايز اتجوز. ما هو يا تتجوزوا يا تموتوا. مستحيل الكلام اللي انت بتقوله ده. ده يبقى جنان. اهدى بس يا استاذ احمد. استنى يا ادهم. ما هو يا تختاروا المأذون يا تختاروا الحنوتي. حسنين وعوضين عندهم تعليمات بالضرب في المليان. محدش هيتحرك من هنا. لا هم خلاص اختاروا يا ادهم المأذون. مأذون ايه بس يا انسه؟ استنى بس يا استاذ احمد هبقى افهمك بعدين. مش ممكن يا شفيقه. مش ممكن ده يحصل ابدا. اسكتي بس يا نوره. كل حاجه هتتحل بس الصبر. يوه انا كان مالي ومال الشبكه المهببه دي. اموت انا فطيس ليه؟ احنا لا يمكن نتجوز بالطريقه دي. ده راجل مجنون يا اخي. ما تتجوز بقى وتخلصنا. مالها عزيزه مش عاجباك ليه؟ مش قصدي كده. امال قصدك ايه يا اخي؟ ما هي حلوه ودمها خفيف. ايوه بس انا ما بحبهاش يا اخي. هتحبها بعد الجواز. طب ما تتجوزها انت يا فالح. انا
اتجوزها. ما اتجوزهاش ليه يعني؟ بس على شرط ادهم يوافق. صحيح، ما عندكش مانع تتجوز عزيزه؟ طبعا طبعا ما عنديش مانع اتجوز عزيزه، حتى نبقى لاقيين على بعض. عزيزه ويونس هي حلوه قوي دي، مش كده؟ والله ما فيش مانع، وهو من باب تحسين الناس يعني. يبقى خلاص كده تبقى اتحلت المشكله. خلاص اتحلت المشكله. تعالى حلو، رايح فين؟ رايح اقول لادهم. يا سلام، ادهم بقى مش ممكن يوافق، لان انا عارفه ادهم كويس، راسه ناشف. احنا ما صدقنا نوافق على حكايه الجواز دي في لحظه غضب، ولعلمكم بقى هو دلوقتي بيصعب حكايه الجواز عشان انتوا اللي ترفضوا، لان ادهم مش عاوز جواز. وعلى ايه ده كله؟ ما انا هبقى احكي لك بعدين. المهم دلوقتي ان موافقتكم على الجواز نص المسافه، ولازم توافقوا. انت فاهمه بيقولوا ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ما تخافش يا احمد، انا متاكده ان نوره بتحبك، ومش ممكن ابدا هتتجوز اي واحد تاني غيرك. المهم دلوقتي تسمعوا كلامي وتنفذوا كل اللي انا هقوله بالظبط، وانا اوعدكم ان الجوازه دي مش هتستمر، بس انا هديله اعصابه يومين ثلاثه. لا انا خايف. خايف؟ ايوه. خايف من صاحبك ولا مني؟ من يونس طبعا، انا اصل يونس ده انا عارفه كويس قوي، وانا عارفه نفسي كويس قوي. ايه ايه، انت مش واثق في نوره ولا ايه؟ لا الثقه موجوده طبعا، بس هترجع تبسبس لي تاني؟ احنا مش خلاص اتفقنا على كل حاجه؟ ايوه خلاص، امر لله. بس انا بقى اللي خايفه. من ايه؟ من عزيزه، اصلها ما هتصدق تتجوز، دي عايزه تتجوز وبس. من الناحيه دي ما تخافيش خالص. طيب خلاص انا موافق. كلنا الحقيقه موافقين يا جماعه. الف مبروك. الله الله الله، دي الحكايه باين عليها جد. انا بقى اللي مش موافق، ايه اللي يخليني اتجوز دلوقتي؟ ممكن تفهمني؟ انت اللي عملت المشكله دي ولازم انت اللي تحلها. انا برضو؟ ايوه انت، مش كنت بساعدك عشان انت عايز تتجوز؟ مع ذلك سيبني افكر. سيبك تفكر ده ايه؟ انت لازم تتجوز نوره فورا. الله 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 الله، انت ازاي تمسكني بالشكل ده؟ طب مش متجوز؟ انا متاسف. ايوه كده اتعدل اهو. ومع ذلك انقاذا للموقف المهبب اللي انت فيه، انا ما عنديش مانع اتجوز وامر الله. اهو اهون من الموت. شفتي مين بقى اللي يامن على نوره مع واحد زي ده؟ خلاص اعملوا بقى اللي انتوا عايزين تعملوه. خلاص يا جماعة خلاص، أنا هجيب سلسلة وحربطه في رجل السرير. لا الدولاب، يتربط في الدولاب. الدولاب والدولاب أوكي. الراجل شفنا بقى ده معقول يا عالم؟ والله النصيب بقى يا حبيبي. نصيب ايه بس انت كمان؟ مش انت اللي جبت لنا المصيبه دي؟ في حاجه ولا حاجه؟ لا مفيش. كما كنت حاجة. كله حاضر. مكسوف مني ولا ايه؟ مالك يا حبيبي؟ المفروض انا اللي ابقى مكسوفه يعني، بس انا هكسف على ايه بقى؟ ما اصل واحد فينا لازم اللي يبقى مكسوف، تعرف التاني ما يبقاش مكسوف، عشان لو بقينا احنا الاثنين مكسوفين الدنيا هتتكسف خالص مننا. مش كده ولا ايه؟ حد يصدق ده يا ناس؟ أنا آسفة أوي يا أستاذ يونس، أرجو إنك تكون مقدر موقفي. ما تزعلش مني، إحنا لازم ننفذ الاتفاق. يلا اقلع هدوم. اقلع؟ اقلع ده إيه؟ اقلع هدومك على مفرشك. تفرشي؟ تفرشي إيه؟ عشان تنام. أنام فين؟ أنت صدقتي إن أنا هنام هنا؟ وبعدين بتتخيلوا حاجات غريبة جدا.
ما هو لازم تنام عشان اربطه. لا يمكن ده يحصل. اهدى يا حبيبي. حبيبك منين؟ اسمع ما اقولك، انا لا حبيبك ولا قريبك. شوف بقى، احنا الاثنين اتحكم علينا بالحبس بزنزانه واحده بس. يا حبيبي احنا اتجوزنا واتكتب كتابنا من شويه. نعم. انت نسيت ولا ايه؟ احنا لازم نستسلم للقسمة والنصيب يا حماده، ده قدر. قدر؟ قدر مين يا اختي؟ اخويا ادهم، ولا لحقت تنساه هو كمان؟ اذا كان اخوك ادهم ده مجنون، فانا بقى دلوقتي 60 مورستان. ما تفتح، افتح يا راجل. ايه السلسله دي بقى؟ جايبها من البوابه تحت؟ فاهمه يعني ان السلسله دي اللي هتحوشني بشويش؟ الله العظيم، عيلة من اخويا كلكم. ما هو انت يا ما، وانا كمان ما، والله العظيم ده حرام يا ما. انا جرحتك يا بابا؟ اه. طب معلش انا متاسف، ما كانش قصدي ازعلك. معلش. هو انا معقول ازعل منك في ليله زي دي يا حبيبي؟ ما تجيب بوز. هات. لا بلاش، مش عايزه، عندي كتير. لا 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 احمد، مش كده يا احمد. انا كنت عارفه ان انت هتحبني في الاخر. عارف يا احمد، لو سبتني هقتلك واقتل نفسي. خليك فاكرها يا احمد. شنطة هدومك اهي، يمكن مكسوف تغير ولا حاجة. ايه ده؟ ده ارهاب. انتوا ايه، مافيا؟ ايوه انا نمت خالص. طب يلا قوم عشان الفطار. احمد صباح الخير يا نورة. صباح الخير يا احمد. نمت كويس؟ ايوه. وانت؟ كويس. يونس ما ضايقكيش في حاجه؟ لا. وانت عزيز عملت ايه؟ يعني ايه؟ يعني كانت واخده المساله جد في الاول، وبعدين انا قدرت اقنعها. لو يونس عمل حاجه ارجوك تقولي لي. ابدا يا حبيبي، ما حصلش حاجه خالص. خالص والله. والله يا عيال، هتفضلوا واقفين انتوا الاثنين تحبوا بعض كده كتير؟ اتفضلي انتي. خش يا استاذ البس حاجه في رجليك. ماشيين على قشر بيض؟ خلصوني، عايز افطر. استنوا، محدش يقعد. انت تقعدي هنا، وانت تقعدي هناك، وانت انت هنا جنب مراتك انت الاخر، اقعد. وانت كمان اقعد هنا جنب مراتك، كل واحد يقعد جنب مراته. اتفضلوا خلينا نفطر. وبعدين انت اصحى. كل. وبعدين انت راخر ايه؟ ممكن شاي يا حبيبي؟ نعم نعم. ممكن شاي يا حبيبي؟ اه حاضر. ايه سلخت بدنك؟ لا. امال اجيب لك الاسعاف. اقعد. كل يا حبيبي. Mm-hmm.
ممكن تديني شاي؟ سكر لو سمحت. ده سكر؟ اللي هيتاوي بتاني مرة على الترابيزة هقتله. عايزة منك ايه؟ تصور تصور عايزاني اديها بوسة؟ ما تديها يا اخي. اسمع بس، اسمع بقى. تعالي هنا اقعدي. نعم. اسمعي، كنت عايزة تتجوزي اديني جوزتك. اعملي حسابك لو العريس ده طار منك مفيش جواز بعد كده، هتعيشي طول عمرك زي شفيقة. لا، احنا ما عندناش بنت في العيلة تتجوز مرتين. تعال هنا يا فندم، شوف لنا حل في المصيبة اللي احنا فيها دي. لحسن هصور قتيل في البيت. ما تزعقش، احنا مش ناقصين، مش كفايه السلاح ليك اللي حوالينا ده. عزيزه ايه؟ انا معتمد عليكي. اه، اذا خسرتي هخسر انا كمان. أوه. مفهوم؟ اه، اكيد الغفر دول هيناموا بعد شويه لانهم ما ناموش طول الليل. هما دول معقول هيتخمدوا ابدا؟ احنا لازم نتصرف عادي لحد ما تيجي اللحظه المناسبه. ايوه، اقعد انت يا اخويا خطط. يلا يا جماعه، الغدا جاهز. غدا؟ احنا لسه فطرانين، نتغدى ازاي بس؟ ادهم بيقول تعملوا الغدا، الخضار والحاجة جت. تعالوا يلا اطبخوا اللي هتطفحوه. هو مش خدام ابوكو؟ امال احنا اللي خدامين ابوه يعني؟ انا ملوخية. في حاجة؟ جنبي حموتني ألم فظيع، بس أنا عارف العلاج. أي العلاج؟ إن أنا أتدفى، لازم أتدفى. أنت بتعملي إيه؟ أقول حاجة كده وأنت تعبان كده؟ يلا قوم معايا. طب وأنتي؟ انت هتنامي فين؟ هنام هنا مطرح. لا لا، مش ممكن، اتفلي انا اموت انا، بس انت لازم تنامي على السرير. طيب انا هنام جنبك. بجد؟ اه، بس انت استريح. طيب. يونس. انا واثقه فيك. خد اشرب قرص من ده وانت تنام. لا كل حاجه. لا لا، هتيجي تنام هنا؟ لا. طب معاك جوز كتاشين؟ سمع حاجة؟ لا، تعال انام.
صباح الخير يا ادهم. شفيقه ليه كده يا شفيقه؟ ليه؟ حرام عليكي، خمتيني وضحكت عليا. انا؟ ايوه طبعا، لان انا الوحيد اللي خسرت في اللي حصل ده. ابدا يا ادهم، لو هم فشلوا تبقى انت الكسبان. حتى لو فشلوا منوره خلاص اتجوزت، هكسب بعد كده ايه؟ مش عارف هتكسب ايه؟ هكسب ايه؟ يا خسارة يا ادهم، لازم حد يقولك يعني هتكسب ايه؟ اصلك اعمى ما بتشوفش قدامك. شفيقة ايه في ايه؟ بس صباح الخير يا نورة. صباح الخير يا عم. ايه ده؟ ايه في ايه؟ شكلك تعبان. اصلي ما نمتش طول الليل. ليه ما نمتيش ليه؟ حصل حاجة من يونس؟ لا ابدا ما حصلتش حاجة، انا اللي كنت خايفة. خايفة من ايه؟ من نفسي. ايه؟ بعدين بعدين يا احمد. بتقولي ايه؟ قولي ايه دلوقتي؟ اصلي فكيت السلسلة. طيب وليه فكيت السلسلة؟ جنبه كان بيوجعه، كان بيتقلب. أم صعب عليكي، أنت صحيح عيلة. أنا يا أحمد أنا لازم أقتله. تعالى هنا، هو مالوش ذنب، قلت لك ما حصلش حاجة، لازم تصدقني. أنت كمان بتدافع عنه؟ أي دراعي يا أحمد بيوجعني. نورة يا نورة. أنت إيه اللي وقعك على السرير كده؟ قال لك إيه يا أحمد؟ ما تعال يا أخي. تعال انت خليت فيه عالي يا بني ادم، ايه اللي منومك على السرير كده؟ انا شرفني جات لي كريزه كده مفاجاه، صعبت عليها فكت السلسله نمتني على السرير يا اخي. امال نوره صرخت ليه؟ انا شرفني لازم ايدي اتزحلقت جت عليها. يا احمد بقى سيبنا نام. ايدك اتزحلقت جت عليها يا جدعان يا اخي. الله الله معايا يا جدعان، انت اتجننت خالص. الله، وانا معقول اعمل حاجه زي كده؟ ما تروح تسالها. اسالها هي ليه؟ اسالك انت يا جدعان يا اخي. الله اتجننت يا احمد يا ابني يا جدعان يا اخي. انت عصبت عليها؟ هفهمك انا قلت لك كده. هفهمك انا قلت لك كده. ايه ده؟ بجد؟ امال ايه؟ طب نهار اسود هيموتوا بعض. ما انت السبب. انا؟ ايوه ما انت مجنونه زي اخوكي. انا مجنونه زي اخوكي؟ ايوه. وبتبجحي فيا؟ كده؟ تبقى خلصت. مش خلصت. لازم اشمبرك خالص. علي بقى. بس يا صباح الخير. اهلا اهلا، ده الغفير بتاعكم هنا في الفيلا عوضين. انت ما شفتش احمد؟ احمد مين يا بيه؟ احمد زميلي. لا ما شفتوش. طب ما تدور لنا عليه احياء ابوك. حاضر. لا لا دور خليك زي ما انت. لا اسمع 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 كويس. اربطه كويس يا احمد، اربطه كويس. يلا بينا يلا بينا. خلاص يلا تعالى بقى يا سيدي. الصورة دي لما كنا قاعدين. استنى استنى، عشان القرشانة بتاعتك جت. اختلتي
وشها في وشي. ما قلتلكش. بتقولوا ايه؟ اهلا وسهلا يا نورة. اهلا نورة هانم. اهلا اهلا. رايح فين؟ نتمشى شوية انا وصديقي يونس. ايوه نتمشى شوية يا نورة هانم. طب يا اخويا. تيجي يا راجل احنا بقى فينا حيل للكلام ده. او نتسلى. طيب بس انا خايف لحسن نورة تشوفني تبقى مشكلة. هي بتشوف حاجة خالص. يلا 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 انت تخش في الاول وانا جا اقطع عليك. يلا طيب يلا حصلنا. هو اللي بيروح الدق يبقى لنا كام؟ بابا. بابا مين؟ رانيا. ازيك يا حبيبتي ازيك يا بنت بتروحي فين؟ انت اللي رايح فين؟ انا خدت اذن من ماما؟ انا ما خدت اذن يا فندي يا محترم مش عيب عليك يونس. راجل كبير في سنك عيب على الشعرتين البيض انتوا مالكوش اخوات يونس مالكوش بنات ما تشعلي استاذ يا استاذ يونس زمين انا ما اعرفكش فاضل يا استاذ زهيرة اتفضل هوينا ما تشعلليهاش يا نونس دي بنتي رانيا بنتي رانيا حبيبتي ازيك يا روحي شبه ابوكي بالظبط ما تحقوني كده الشبه ده بنتي رانيا